هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. حركتا حماس والجهاد الإسلامي تسلمان الوسطى، رد المقاومة الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار، وتأكيد على أن الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المستمر على غزة على نحو تام. مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار أمريكي بوقف فوري وتام وكامل لإطلاق النار في غزة، ترحيب فلسطيني بمضمون القرار، والمندوب الإسرائيلي يعترض، إلى متى يبقى الاحتلال استثناء لا يطبق القرارات الدولية؟ وحدة الساحات حقيقة مؤكدة، جبهات تشهد حروبا جدية استعدادا لمواجهة كل الضغوط وتقديم التضحيات في معارك يومية، وشهداء من لبنان واليمن والعراق وسوريا إلى إيران، والقرار واحد، لن تهدأ الجبهات قبل وقف الحرب على غزة. مرحبا بكم. إذن وفد مشترك من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية وحركة الجهاد الإسلامي برئاسة زياد النخالة سلم رد فصائل المقاومة لقطر، كما تم إرسال الرد لمصر، ويضع الرد الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، مع الجاهزية للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب. ومقترح أمريكي أقره مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة، ولم يكن مقترحا عربيا أو روسيا أو صينيا، بل صاغته واشنطن من مضمون مقترح رئيسها جو بايدن. وإذا بالمفارقة أنه لم يلقى اعتراض أحد سوى المندوب الإسرائيلي. هو مقترح أمريكي أقره مجلس الأمن، ورحبت المقاومة الفلسطينية بمضمونه لأنه يتحدث صراحة عن وقف الحرب بالكامل والانسحاب من القطاع، ورفضته إسرائيل. هو مقترح أمريكي وافق عليه الجميع، ومع ذلك تستطيع تل أبيب رفضه وعدم تطبيقه وعدم الامتثال للأمم المتحدة ومجلس الأمن والشرعية الدولية من دون أن يرف لها جفن. لماذا يا ترى؟ لأنها تعلم حق المعرفة أن الكلام الأمريكي شيء والأفعال شيء آخر، وأن كل الحديث عن وقف إطلاق النار في غزة لن يوقف شحنات الأسلحة من أمريكا التي تمثل وقود هذه الحرب، ولولاها لما استمرت. فكيف يمكن الرهان على حيادية الإدارة الأمريكية ووساطتها فيما بوارجها وطائراتها تقصف اليمن بعد تحركها عسكريا دعما لغزة؟ وأي منطق ينتظر ضغطا أمريكيا حقيقيا على الاحتلال لوقف الحرب والقصف الأمريكي، طالما قارة للمقاومة العراقية استهدفت منها إيلات وحيفا؟ هو الأمريكي نفسه الذي ساعد استخباريا ولوجستيا على ارتكاب مزرة صيراد، ويوفد المبعوثين للضغط على لبنان لتهدئة جبهة الجنوب. لقد أثبتت هذه الجبهات أن وحدة الساحات باتت حقيقة قائمة، وأن شعار الدفاع عن القدس وفلسطين أصبح عند الامتحان عنوانا للصراع، وأن الدعم العسكري لن يتوقف رغم هذا العدد الكبير من الشهداء اللبنانيين واليمنيين والعراقيين والسوريين والإيرانيين. لكل من شكك سابقا في جدية محور المقاومة ووحدته وصلابته وفعاليته وقوته، ها هو المحور يقف مباشرة بوجه أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، ثابتا رغم كل التضحيات، مستمرا رغم تقديمه الشهداء، على قاعدة واحدة، أن المحور بكل أطيافه خلف المقاومة الفلسطينية، وأن القرار الأول والأخير هو لأهل غزة ومقاومتهم. إذن هذه عناوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا. معنا هنا في الاستوديو دكتور طلال عتريسي الخبير في الشؤون الإقليمية، معنا من حيفا في أرضنا المحتلة عام 48 أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة حيفا الدكتور محمود يزبك، إذن من الناصرة في أرضنا المحتلة عام 48، ومعنا من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بواشنطن الدكتور ويليام لورنس. مرحبا بالجميع. أبدأ وإياك دكتور طلال عتريسي، إذن تطورات متلاحقة، سلم رد المقاومة الفلسطينية بصورة الوحدة لفصائل المقاومة في المواجهة والميدان، تجلت بصورة النقاش وبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيد إسماعيل هنية وسيد زياد النخالة من العام لحركة الجهاد الإسلامي، في الشكل والمضمون، ما هو تقييمك لطريقة التعامل لفصائل الفلسطينية والرد الذي قدم والتعديلات على المقترح المقدم بقرار مجلس الأمن؟ هذا اللقاء المشترك والورقة المشتركة والموافقة المشتركة
هو تتويج لمسار بدأ بعد طوفان الأقصى من وحدة المقاومة في داخل فلسطين، تفاهم كل فصائل المقاومة، الذي توج أيضا بتفويض حركة حماس بالتفاوض لإيجاد الحل المناسب وتفاهم على نقطة أساسية هي وقف إطلاق النار. اللقاء بين أمين عام يعني حركة الجهاد الإسلامي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو رسالة واضحة بأن أي محاولات لتلاعب بالوضع الداخلي الفلسطيني كما حاول يعني بعض الأطراف الإسرائيليين والأمريكيون وغيرهم. هذه هي الصورة دكتور عتريسي، تحمل رسائل كثيرة يعني في التباحث. واضح أنه ورقة موقف مشترك بورقة مشتركة، الشعب الفلسطيني واحد، المقاومة الفلسطينية واحد، الموقف مشترك، وهذا في نفس الوقت يعكس موقف محور المقاومة أيضا، يعني هذا يعني موقف مشترك فلسطيني داخلي وموقف مشترك لجبهة المقاومة، لأن جبهة المقاومة في تصريحات سابقة لقيادات حزب الله وحتى في اليمن هم قالوا أننا نحن خلف حماس في عملية التفاوض وخلف الجهاد الإسلامي في عملية التفاوض. إذن هذه رسالة واضحة وقوية أن الموقف الفلسطيني هو موقف واحد، الفصائل الفلسطينية لديها موقف واحد، وهذا يعبر عن كل الفصائل الفلسطينية وليس فقط الجهاد وحماس. إذن إجماع وطني واتفاق فصائلي، هذه مسألة رسالة قوية في هذا الظرف بالذات، لأنه يعني في الأسابيع الماضية كان هناك محاولات يعني التلاعب بالوضع الداخلي الفلسطيني. من جهة ثانية أيضا يعني المقاومة ترسل رسالة واضحة بأننا نحن نوافق على هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن، وهذه مرحلة جديدة، لأن من اقترح القرار، من قدم مشروع القرار هي الولايات المتحدة الأمريكية، ومن اعترض فقط هو المندوب الإسرائيلي. أنا أعتقد أن يعني السؤال الذي يطرح أنه لماذا لا تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية قرار، أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بإسرائيل هي محاولة الإقناع وليس الضغط لغاية الآن. يعني الضغط هذه مهمة. أنا أعتقد بحسب هذه المتابعة، لأنه بلينكين يأتي اليوم، لماذا يأتي بلينكين إلى الكيان الإسرائيلي؟ في سيناريو واحد، لأن إما سيناريو الدعم هذا تحصيل حاصل، هو لا يحتاج أن يأتي. هو يأتي لإقناع إسرائيل بأنه أنتم حققتوا إنجاز ما، بأنه القرار في مجلس الأمن صدر، فأنه يجب أن تتجاوبوا وتتكيفوا مع هذا القرار. هذه هي الاستراتيجية الأمريكية لغاية الآن، حتى لو دفع بايدن الأثمان أعتقد لغاية الآن هو يعمل باستراتيجية الإقناع. سنتوسع بهذه النقطة أو ننقل حتى لضيفنا من واشنطن، لكن عطفا على موضوع التقييم، يعني البيان يضع الرد فيه الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، ضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، وجاهزية للتعامل الإيجابي للوصول لاتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية. نقيم الرد، ورد إيجابي فيه ثبات على المواقف وفي مرونة بل وأيضا انسجام مع القرارات الدولية والرغبة لوقف الحرب منطلق مشروع القرار. هذه مسألة مهمة، لأنه عادة يعني يقال بأنه الفصائل الفلسطينية الفصائل الإسلامية أنه يعني تتشدد، لا تعرف المفاوضات، لا تعرف المناورة، لكن في هذه النقطة بالذات وانسجاما مع كل يعني مسار التفاوض، كانت حركة حماس المفوضة من قبل الفصائل الأخرى تعمل بطريقة مرنة وثابتة في الوقت نفسه. يعني هذا القرار لا يمكن أن ترفضه حركة حماس، أولا هو صادر عن مجلس الأمن، لا تستطيع يعني أن تقف في مواجهة مع مجلس الأمن. لكن هناك تفصيل فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، وأنا كمان قرأت وسمعت أنه بالترجمة العربية والإنجليزية صحيح. تختلف، وهذه مسألة أساسية، لأن القرار 242 منذ 50 سنة في مشكلة في الترجمة، انسحاب من الأراضي العربية المحتلة أو من أراضي عربية محتلة، عشان هيك الأمريكي يتلاعب دائما بموضوع الترجمة. لهذا السبب هذه مسألة مهمة، وانتبهت يعني إليها أيضا المقاومة
الإسلامية حركة حماس انتبهت إليها كما تمثل المفاوض الفلسطيني، لأنه أيضا هذه التجارب السابقة توضع بالاعتبار، لسيما أيضا تجربة أوسلو. سنعود لبعض التفاصيل التي تتحدث عنها أيضا وطرحت الكثير من النقاط دكتور طلال عطريسي، لكن نشرك معنا هنا دكتور ويليام لورنس فيما قدمه دكتور طلال عطريسي. الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الإسرائيلي بطريقة الإقناع وليس الضغط، هذه نقطة أطلب منك التعليق عليها، وبرأيك ما التقييم الذي يمكن أن تعامل معه واشنطن في هذا الرد الذي سلمته حماس للوسطاء بناء على الورقة التي وصلت ضمن نص مشروع القرار، التأكيد على وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية؟ بداية أريد أن أقول أن الإدارة الأمريكية لا يمكنها أن تؤثر على عملية الترجمة في الإدارة الأمريكية، في أعتذر في الولايات المتحدة، في الأمم المتحدة، أن أمين عام الأمم المتحدة وإدارة الأمم المتحدة ووكالتها هي من تقوم بإدارة عملية الترجمة وهي تمتلك طاقم من المترجمين، وهذه الأخطاء تحصل. أما فيما يتعلق بالضغوطات الأمريكية التي قد تحصل، نعم أن الأمريكيين يعتمدون الضغوطات في سبيل الإقناع، ولكن هم لا يطلبون من إسرائيل القبول باتفاق أو عدم القبول به. بطبيعة الحال الأمريكيون لطالما كانوا يتحدثون باسم الإسرائيليين الذين لطالما كانوا قد وافقوا الأمريكيين وراء الأبواب المغلقة على بعض النقاط ومن ثم ناقضوا هذه النقاط أمام الكاميرات وأمام الملأ. بطبيعة الحال حماس قامت بالإدلاء بردها، وهي قامت بالترحيب بقرار مجلس الأمن ووافقت عليه، وهذا أمر أساسي ومهم جدا في هذا الإطار. ولكن أيضا المفاوضات ربما لا يتم تسليط الضوء على هذا الموضوع بشكل كثيف في وسائل الإعلام، ولكن هنالك إطار يتم المناقشة عليه في المفاوضات. إذن تم المناقشة على هذا الإطار في القاهرة وفشلت هذه المساعي وانتقلت المفاوضات إلى الدوحة ويتم الحديث عن هذا الإطار. الأمريكيين وأيضا الإسرائيليين وافقوا على الإطار، ولكن كما تعلمون الشيطان يكمن في التفاصيل، وهذه التفاصيل هي التي تعمل كلا الأطراف على استغلالها. والإسرائيليين ركزوا، الطرف الإسرائيلي ركز على إطلاق سراح الرهائن وما إلى هنالك. هنالك نقاط عديدة كلا الطرفين يركزان عليها ويتوجب الحديث عنها بشكل معمق. أما فيما يتعلق بالإقناع، إذا ما أو بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع إسرائيل في القبول بهذا الاتفاق، إذا ما توجهت هذه الوفود إلى الدوحة أو إلى القاهرة لاستكمال هذه المناقشات المتعلقة بالإطار المتعلق بهذا الاتفاق، فإننا سوف نصل إلى هذه الموافقة على هذه التفاصيل. لكن فقط استيضاح الدكتور لورنس، تعتبر أنه تتعامل واشنطن بإيجابية مع الرد مع التعديلات التي طلبتها الفصائل الفلسطينية مقدمة من حركة حماس؟ هذا الموضوع جزء من عدم اتساق السردية الأمريكية، لأنه عندما تكون إسرائيل سلبية أو عندما تعتمد إسرائيل سياسة سلبية على هذا المستوى، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تسليط الأضواء على حماس واتهامها بالقيام بهذا الأمر. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن المشكلة هنا تكمن في التوترات السياسية الداخلية في إسرائيل والتقلبات السياسية في إسرائيل والخطورة التي تواجهها الحكومة الحالية، لا سيما بعد الانسحابات التي حصلت مؤخرا وبعد ضغوطات المعارضة مثل لافيد وغيرهم من قادة المعارضة. إذن هذا الأمر مرتبط ويتأثر بشكل كبير بالسياسة الداخلية السياسية الإسرائيلية. وأنا أوافق على ما قاله ضيفك الكريم فيما يتعلق بدور حماس وبعملها على هذا المستوى، ولكن بطبيعة الحال إسرائيل تواجه ضغوطات على المستوى الداخلي وهذا سوف يؤثر بشكل كبير. وأيضا هنالك ضغوطات كبيرة أو هنالك اعتذار رفض من قبل إسرائيل تجاه قرار مجلس الأمن وأيضا تجاه إذن المساعي الأمريكية، أو رفض بطريقة أو بأخرى رفض بطريقة غير مباشرة. الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بأي قبول من قبل أي طرف بالرغم من أنها تشير إلى حماس بصورة سلبية. نعم، وهذه النقطة هي الجوهرية والتناقض الأمريكي، لأنه الآن أنت تتحدث عن رفض إسرائيلي فيما المتحدث باسم إسرائيل الذي يبدو
بأن الولايات المتحدة الأمريكية من أعلى مستوى، كان رئيس الأمريكي جو بايدن عندما أعلن المقترح الذي هو من جوهره أو رحمه الأساسي صيغ هذا القرار كما فهمنا المسؤولين الأمريكيين، يقول بأن إسرائيل توافق فيما لا نسمع ذلك مصرحا به رسميا من الحكومة الإسرائيلية، مسؤولين إسرائيليين يقول بأننا نرفض ذلك. دكتور محمود يزبك، هذا يضعنا أمام السؤال، بنيامين نتنياهو الآن في أي موقع؟ ويبدو أنه الآن هو في الزاوية وليس فقط الكرة في ملعبه مع هذا الرد من حركة حماس. نعم، مساء الخير أستاذة رامية والضيوف الكرام. يعني عمليا التغيير الذي حصل في الحكومة الإسرائيلية منذ استقالة جانس وحتى اليوم له دلالات كبيرة جدا. فقد يعني تحدث جانس حينما خرج من الحكومة عن يعني أنه نتنياهو نفسه شخصيا هو الذي يعيق الوصول إلى اتفاق مع باتفاق تبادل الأسرى ووقف الحرب. ويعني جانس يعني اعتبر نفسه بدون أن يقول ذلك أنه كان عبارة عن ورقة توت استعملها نتنياهو لمدة طويلة ليغطي بها مواقفه السياسية، وكان يتسطر وراء إما بن غفير أو سموتريتش ويستعمل جانس كواجهة. الآن يعني انتهى عهد جانس، والآن من في القيادة وفي الواجهة هو بن نتنياهو نفسه، ولا يستطيع أن يتسطر وراء أحد. وواضح جدا أن نتنياهو الآن هو الذي يقود الخط اليميني، يعني كأنه يعني في الماضي كنا حينما يحلل الكثير يعني وكان نتنياهو يظهر حمامة سلام، نتنياهو عمليا هو الذي يقود الخط اليميني المتشدد من عدم الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، بعدم الاعتراف بالشرعية الفلسطينية، بعدم قبول إقامة دولة فلسطينية، بكل شيء فلسطين هو يرفضه، ويريد إسرائيل يعني الكاملة على الأرض الفلسطينية الكاملة. والآن بعد أن يعني الرئيس الأمريكي كان له الخطاب الشهير في الأسبوع الفائت وتحدث فيها عن النقاط، وواضح جدا من النقاش الإسرائيلي الداخلي أنه ما تحدث به الرئيس الأمريكي هو اقتراح تم قبوله في مجلس الحرب الإسرائيلي، ولم يعني يكن لدى نتنياهو الشجاعة أن ينقل هذا المقترح الذي تم الاتفاق عليه في مجلس الحرب إلى المجلس الحكومي المصغر، لأن هناك كان سيصطدم بالمعارضة في داخل الحكومة وهي سموتريتش وبن غفير. ولذلك يعني هذا ما يعني أوضحه عمليا في اليومين الأخيرين جانس نفسه، وهو يعني العضو الأهم في مجلس الحرب الإسرائيلي. فالآن ما حصل هو أنه مباشرة بعد الخطاب الذي قام به الرئيس الولايات المتحدة خرج نتنياهو عن طريق مكتبه وقال بأنه الرئيس الأمريكي يعني لم يورد المقترح كاملا، لأنه نحن اشترطنا إسرائيل اشترطت بأن يكون هنالك استمرار للحرب بعد تحرير الأسرى. طبعا يعني أي عاقل يسمع هذا الكلام يعرف أنه في هنالك شيء غير طبيعي، أنه هل تكبر حماس، وهذا كان يتحدث به 8 أشهر 9 أشهر أنه لن يكون استمرار لعمليات إطلاق الأسرى بالتفاوض إلا مع وقف إطلاق النار، وقف الحرب كاملا. وهذا الرئيس الأمريكي قاله في خطابه. والآن في مجلس الأمن لدينا تقريبا يعني النص المشابه جدا لما خطب به الرئيس الأمريكي. معنى ذلك أنه إذا كان الرئيس الأمريكي قد استند على اتفاق مع إسرائيل على أنه يكون هذا خارطة الطريق هذه هي متفق ما بين إسرائيل وأمريكا، الآن نتنياهو حقيقة في الزاوية، لأنه لا يوجد جانس ليتغطى به ويجب أن يجيب بنفسه. ولذلك كان ملفتا اليوم حينما تحدثت إسرائيل عن رفضها ليس في مجلس الأمن بل في الداخل الإسرائيلي أنه مصدر إسرائيلي كبير، يعني الصحافة الإسرائيلية يعني هو من يعني بنيامين نتنياهو أو أحد ثاني يعني واضح جدا انه اما هو نتنياهو اصبحت يعني شغله مكشوفه لانه استخدمت سابقا نعم عده مرات او مكتب رئيس نتنياهو، ومكتب رئيس نتنياهو لا يتحدث الا من خلال حنجره نتنياهو. وهذا المصدر الاسرائيلي يعود ويقول من جديد قرار الامم المتحده يمكننا، انا لا افهم كيف يعني يمكننا، من تحقيق اهداف الحرب، واهداف الحرب هي استمرار الحرب بعد تحرير الأسرى الإسرائيلية. يعني عدنا إلى يعيدنا
نتنياهو من جديد إلى المربع، لأنه مثل ما تفضل ضيفك الكريم الأستاذ الدكتور طلال، هذا يعني حينما جاء بلينكين إلى إسرائيل، هل جاء ليقنع إسرائيل اقبل الصفقة؟ فما أنت عارف يعني الكل فاهم أنه نتنياهو لم يقبل الصفقة، وأعز أصدقائه يقولون نعم. في الصحافة الإسرائيلية نعم. أنه نتنياهو يريد إطالة الحرب لمصلحته السياسية الشخصية. ولذلك اليوم يعني أنا يعني كان شيء مثير حتى للأعصاب أن تسمع بلينكين في البحر الميت يتحدث ويتهم طرف واحد وهو الطرف الفلسطيني نعم. بأنه هو يعني يجب الضغط عليه. لا، ماذا؟ الطرف الفلسطيني منذ اليوم الأول حينما تحدث الرئيس الأمريكي تعاطى مع هذه القضية بإيجابية. إذن الضغط من المفروض أن يكون لو فيه مصداقية، ولكن هذا يعني هذه نقطة يجب أن نوسع فيها. سامحني دكتور محمود يزبك، لكنك تشير للنقطة عدم الأمانة أو الاستكانة أو الوثوق حتى بالطرح الإسرائيلي بالخلفية التي وضعتها. وهنا يعني نشير أيضا لما أكده القيادي في حركة حماس أبو حمدان بأن إسرائيل لا يمكن الوثوق بها، إذ إنها لا تخضع إلا عندما تشعر بأنها غير قادرة على تحقيق النصر. وأضاف حمدان في حديث للميادين أن الكلام عن اليوم التالي بمنزلة وهم صنعه الإسرائيلي. وبالنسبة إلى المقاومة، هو فلسطيني بامتياز، وشدد على أن رد الحركة والتزام السابق أي وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة. ردنا هو التزامنا بما كنا قد وافقنا عليه وبما كنا قد أعلننا أننا سنلتزم به. نحن نريد وقفا واضحا ومعلنا وكاملا لإطلاق النار، ونريد انسحابا شاملا من قطاع غزة والإيواء والإغاثة دون قيود أو شروط للنازحين، وأيضا الإعمار ورفع الحصار، ومستعدون للتفاوض حول صفقة تبادل أسرى عادلة. المقترح الذي قدم إلينا جرى تعديله بما نراه مناسبا، ووضعت عليه بعض الإضافات التي تحقق ما نريد، وجرى تسليمه للوسطاء. ونحن نعتقد أن الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية أولا قبل الكيان الصهيوني منذ يوم 6 أيار مايو الماضي. إذا كان لديك تعقيب دكتور طلال عطيسي على ما تفضل به كل من ضيفينا، ربطا بما قاله أيضا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، لكن فيما نقطة مركزية أيضا اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت يعني الذي وقف أمام أي صيغة لوقف إطلاق النار في غزة، تلك التي تبنت كل أهداف هذا العدوان والإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة بما فيها القضاء على حركة حماس. تتصدر اليوم المشهد تفاوضي على الساحة الدولية وبالمجلس الأمن الدولي لصياغة قرار لوقف إطلاق النار، يعني تتحدث عن أنه تنتظر أو تطلب رد من حركة حماس أيا كانت الصيغة بأنه عليها الموافقة أو لا، لكنها تخاطب حركة قالت وسعت ووضعت وضخت العتاد والعتيد والمليارات وعلى الساحة الدولية والدبلوماسية وما إلى ذلك للقضاء عليه. هذا مشهد كبير حتى ونحن نرصد يعني هذا المسار حيث وصل. واشنطن بما تعنيه على الساحة الدولية تخاطب حركة المقاومة الإسلامية حماس وتتصدر مشهد لوقف إطلاق النار في غزة. هذا يعني أن من هو في المأزق ليس نتنياهو فقط، الإدارة الأمريكية في مأزق أيضا، بايدن في مأزق، الذي شارك باستخباراته بمعلوماته في مجزرة النصيرات، وهو كان طرف في هذه العملية، وهو منذ 8 أشهر يغطي حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ويوافق على أهداف نتنياهو في القضاء على حركة حماس وفي إطلاق الأسرى. هو اليوم يصدر قرار من مجلس الأمن بوقف الحرب وبتفاوض مع حركة حماس وبفتح خط تفاوض جانبي مع حماس لإطلاق أسرى أمريكيين موجودين عند حركة حماس. هذا يعني أن الإدارة الأمريكية اليوم هي التي تعيش الأزمة، لأنه كيف ستتصرف إذا أصر نتنياهو على الرفض؟ هي كانت تريد أن يعني تلقي المسؤولية على حركة حماس وضغط على حركة حماس، مصر اضغطي على حماس، قطر اضغطي على حماس. طيب حماس قالت أنا أوافق وباسم كل الشعب الفلسطيني وباسم كل الفصائل. إذن الكرة الآن في ملعب بايدن، لأنه هو قدم المقترح أصلا باسم إسرائيل، المقترح الأول،
واليوم باسم مجلس الأمن يوافق على قرار وقف إطلاق النار. الكرة الآن في الملعب الأمريكي أكثر مما هي في الملعب الإسرائيلي. هذا دليل على المأزق وعلى الخيارات الخاطئة للولايات المتحدة الأمريكية، وليست المرة الأولى التي تقاتل فيها الولايات المتحدة الأمريكية أطراف معينة ثم تنتهي بالتفاوض معها. نعم، انطلاقا من ذلك سنعرض لهذه أيضا المعطيات قبل الانتقال لضيفينا. إذن بعد تحشيد أمريكي لما يسمى مقترح بايدن لوقف إطلاق النار، أقر مجلس الأمن الدولي المشروع بأغلبية 14 صوتا، وذلك بعدما اضطرت واشنطن لإدخال تعديلات جوهرية على نص القرار لتفادي الفيتو الذي لوحت به روسيا والصين. المعترض الوحيد على القرار كما أشرنا هو المندوب الإسرائيلي الذي رأى أن واشنطن تراجعت عن طرحها السابق، ففي كل المشاريع التي قدمتها سابقا لم تأتي على ذكر وقف فوري للقتال، إنما كان الحديث عن هدنة مؤقتة. النص المعدل يقضي أيضا بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في كل أنحاء القطاع بما فيها شمال غزة خلال 6 أسابيع، كما يدعو إلى انسحاب كامل لقوات الاحتلال من كامل قطاع غزة وإلى استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة المقترحة. وفيما قال مصدر إسرائيلي كبير إن القرار الدولي يفيد حرية عمل إسرائيل، نقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأكيده التزامه بالمقترح الأمريكي، لافتا إلى أن بيان حماس الذي يدعم قرار الأمم المتحدة بادرة تبعث على الأمل. القرار لقي ترحيبا فلسطينيا كبيرا إن كان من جهة السلطة الفلسطينية أو فصائل المقاومة. حركة حماس أكدت استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة، أما حركة الجهاد الإسلامي فأكدت أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته هو الذي يجبر العدو على الرضوخ للمطالب فلسطينية. مباشرة أعود إليك دكتور لورانس كورب إذا كان لديك أي تعقيب على ما تقدم من ضيوفنا، ولماذا تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية المشهد الآن في السعي لوقف إطلاق نار في غزة حتى وصلت إلى محطة مجلس الأمن الدولي، ومعطوف عليه السؤال بأنه بلينكين اليوم في الأردن قال أنه يفترض أن تأتي موافقة بشكل واضح وصريح من القادة في حماس في غزة، لماذا لا يطالب نتنياهو بأن يخرج وأن يقول بأنه موافق كذلك على المقترح الذي بات قرارا في مجلس الأمن الدولي؟ دكتور ويليام. Oh, I'm sure he is privately asking. أنا واثق بأن بلينكين يطالب نتنياهو بالإدلاء بتصريحات متعلقة بموافقته على هذا الاقتراح أمام الكاميرات، ولكن نتنياهو يقرر أو قرر عدم القيام بذلك، وهو يرفض القيام بذلك لأنه يحاول تأخير هذا الموضوع بأكبر قدر ممكن. إذن هذا الموضوع كما قلنا مرتبط بديناميكيات الوضع الداخلي الإسرائيلي الحالي. يتوجب علينا أن نشير إلى بعض النقاط الأساسية هنا. بايدن تحدث عن وقف دائم للأعمال العدائية أو العسكرية، وهو هذا أمر تفضله الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حماس وأيضا إسرائيل لا يريدان هذا الأمر. كيف لحركة مقاومة أن تطالب أو أن تطلب وترغب بوقف للأعمال العدائية؟ بطبيعة الحال هذه المفاوضات مع الوسطاء المصريين والقطريين قد تستمر لسنة مثلا، وهي اقتربت من أن تصل إلى حد السنة، ولكن بعد قرابة سنة أصبح بايدن الآن يطالب بوقف لإطلاق النار بشكل دائم، وأن نحن لا نتحدث عن مرحلة أولى ولكن مرحلة ثانية أيضا تسمح لهذه الحرب أو تسمح لهذا لوقف إطلاق النار هذا أن يستمر لأكبر مرحلة لأكبر فترة لكي تتمكن الأطراف من إعادة إعمار غزة. إذن بطبيعة الحال وقف العمليات العسكرية والعدائية هو أمر مهم جدا، هو مفضل بالنسبة للأمريكيين ومفضل بالنسبة لي ولكل المراقبين، ولكن لا أعتقد الأطراف المعنية على أرض الواقع والمنخرطة في هذه الأعمال العدائية ترغب بوقف للحرب. لا أعتقد أن هذه رغبة منطقية لكلا الطرفين. ونتنياهو اليوم بالنسبة لي غير جاهز للمرحلة الأولى حتى. إذا لطالما كان الحديث عن مرحلة أولى يتم فيها التبادل الأسرى، قرابة 900 فلسطيني مقابل 30 إسرائيلي من النساء وأيضا العجرز وبعض الأسرى من الجرحى، ومن ثم يتم الحديث عن مرحلة ثانية. لم يكن أي اتفاق قد توصل إلى الموافقة على مرحلة ثانية في إذن قبل إتمام المرحلة الأولى.
إذن أنا أوافق معكم فيما يتعلق مع ضيوفك فيما يتعلق بأن الأمريكيين اليوم هم الأكثر تأثيرا وهم يمتلكون اليد العليا وهم يمتلكون الخيارات الطابة في ملعبهم اليوم، ولكن الأمريكيين اليوم لم يقوموا بإجبار إسرائيل بالقبول بهذا الاتفاق، وأيضا لم يتمكنوا من إجبار حماس على القبول بشروطهم وبشروط إسرائيل. إذن للتوصل إلى اتفاق وللتوصل إلى تطبيق لهذا الاتفاق نحن بحاجة لانخراط كل الأطراف، وكل الأطراف يتوجب عليها أن تلعب دورا في سبيل بناء السلام. وأسمحوا لي أن أقول نقطة إضافية، الأمريكيون لم يتقبلوا أو لم يقبلوا بهذه الأدوات والأساليب المعتمدة من قبل إسرائيل في المصيرات. ربما الولايات المتحدة الأمريكية قدمت بعض المعلومات في سبيل إطلاق سراح الأسرى، ولكنها لا تقبل ولا توافق على هذه الأساليب المعتمدة، لأن إسرائيل تقوم باستخدام أو بسوء استخدام الأسلحة الأمريكية والمساعدات الأمريكية في سبيل التوصل إلى أهدافها بشكل غير إنساني وفي سبيل التوصل إلى أهداف نتنياهو بشكل شخصي. والولايات المتحدة الأمريكية وبايدن بشكل خاص منذ ديسمبر وحتى الآن قد أبدت استياءها من الأساليب الغير إنسانية المعتمدة أو غير الإنسانية المعتمدة من قبل إسرائيل في قطاع غزة. وهذه نقطة أيضا تحتاج الكثير للوقوف عندها، خصوصا أنه اليوم بلينكن يعني فيما يتم الحديث من مسعى لوقف إطلاق النار وصل لمرحلة قرار في مجلس الأمن الدولي يخاطب إسرائيل ويقول عليها أن تكلل يعني من عدد الضحايا المدنيين. يفترض أن يكون حتى الخطاب متقدم ومختلف إذا كان المسعى حقيقي وجدي لأن توقف الحرب. هنا نقطة بين قوسين قبل انتقال دكتور محمود يفتزبك، أبقى معك دكتور ويليام لورنس، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية كما تفضلت غير قادرة على أن تفرض لا على إسرائيل ولا على حماس يعني الموافقة على هذا الاتفاق، لماذا إذن والعبء الآن عليها؟ يعني لماذا ذهبت إلى مجلس الأمن الدولي؟ لماذا الآن تتصدر هذا المشهد؟ ولماذا تقول بأن إسرائيل توافق عليه؟ دكتور ويليام سؤال لك. أعتقد ظننت أن السؤال كان موجها للضيف الآخر. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية تقول أو تعتمد سردية علنية، وهي تقوم باعتماد سياسات على أرض الواقع مختلفة إلى حد ما عن هذه السرديات المعتمدة، وإسرائيل تقوم بالأمر عينه، وحماس أيضا تحاول استغلال هذا الموضوع وتحاول أن تبدو أكثر إيجابية أمام الشاشات، ولكنها أيضا تحاول أن تفرض شروطها على طاولة المفاوضات. ومنذ بداية عملية رفح ومنذ قبول الاتفاق الأول من قبل حماس ورفضه من قبل إسرائيل، نرى أن إسرائيل قد توافق على بعض الأمور أو نعتقد أن إسرائيل قد توافق على بعض الأمور، ومن ثم نرى أن حماس هي التي قد تعترض عليها، وفي مواقف أخرى نرى العكس تماما. إذن هذا موضوع معقد إلى حد كبير، وهو متعلق بشروط كلا الطرفين ومرتبط بالتفاصيل بالغة الأهمية. و لكن لماذا يعني تذهب بهذا الاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ولماذا تعلن أن إسرائيل موافقة؟ لماذا تأخذ هذا المسعى؟ لأنه خلف الشاشات وفي الاجتماعات المغلقة إسرائيل وافقت على هذا الاتفاق، وهي وافقت على اتفاق لوقف إطلاق النار منذ شهر شباط فبراير الماضي. أما أمام الكاميرات فهنالك سرديات مختلفة، هذا ما يحصل مرارا وتكرارا، هم يوافقون في الغرف المغلقة وخلف الشاشات، ولكن عندما يتم الحديث عن الموضوع بشكل علني يقومون برفض ذلك. إذا ما رأينا أو إذا ما نظرنا إلى المفاوضات بشورة شاملة نلاحظ أن أصعب حلقة أو أصعب مكون من هذه المفاوضات هي مسألة استمرارية الحرب، وفي بعض الحالات أن استمرارية الحرب قد تكون أفضل أو هي الخيار المرجح والأفضل بالنسبة لكلا الأطراف المتحاربة المتناحرة، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تعد الطرف الأكثر انخراطا والأكثر تأثيرا بالنسبة لها تريد هذه الحرب أن تنتهي وتريد حماية إسرائيل وأيضا تريد الضغط
الضغط على إسرائيل بشكل أكبر لكي تتمكن في المستقبل من السيطرة على قراراتها بما لا يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم بايدن لا يريد لحكومة نتنياهو أن تفشل وأن تسقط، وبطبيعة الحال هنالك نقاط عديدة يتوجب أن تحصل في سبيل التوصل إلى السلام وفي سبيل حماية المدنيين ومنع ودرء الانهيار المطلق. الولايات المتحدة الأمريكية تعي هذه الألعاب التي يحاول نتنياهو أن يقوم بها، لا سيما فيما يتعلق بالمفاوضات، وبطبيعة الحال إسرائيل قد لا تعلن عن نواياها الحقيقية. دكتور محمود يزبك، ما رأيك بذلك؟ وهل يملك بنيامين نتنياهو رفاهية التعنت الذي تسلح به بالأشهر الثمانية الماضية وقد دخلنا بالشهر التاسع، بالنظر للظروف الراهنة التي نشاهدها في الداخل الإسرائيلي على عدة مستويات على الساحة الدولية والواقع الميداني المأزوم ليس فقط في المواجهة في غزة ولدينا جبهات أسناد سنتحدث عنها أكثر؟ نعم، يعني واضح جدا أنه الضغط الداخلي بدأ خاصة في الليلة منذ الليلة الماضية. يعني الليلة الماضية كانت ليلة لافتة جدا في إسرائيل، ليس بسبب غزة إنما بسبب قضية التجديد الحريديني. بعد انتهاء التصويت على قضية التجنيد الحريديم وقبولها، يعني قامت اليوم مئات، يعني أنا لا أعرف العدد بالضبط ولكن التقرير يتحدث عن مئات العائلات الإسرائيلية التي يعني وقعت على رسالة وأرسلتها لنتنياهو ولجالنت وزير الحرب، تقول بها أنها في هذه الرسالة أنهم لن يقبلوا بإرسال أبنائهم للحرب وقتل أبنائهم، بينما يوجد يعني مكونات في المجتمع الإسرائيلي عن الحريديم لا يتجندون الحرب، ولذلك هم سيطلبون من أبنائهم عدم الاشتراك في هذه الحرب، خاصة أن نتحدث عن جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذا كانت هذه الأخبار والتقارير صحيحة وأن هذا الأمر في تصاعد مستمر منذ حوالي أكثر من شهر، نحن نتحدث عن فيها مجموعة من العائلات الإسرائيلية التي وقعت مثل هذه الرسائل، فإذا كان هذا توجه يعني حقيقي في المجتمع الإسرائيلي، فمعنى ذلك أنه قد يؤدي ويضغط نتنياهو ويضغط على الجيش الإسرائيلي بتغيير المسار الذي يسير به حاليا. ولكن من ناحية أخرى، يعني الآن نتنياهو في وضع آخر جديد، وهو أولا تم دعوته للولايات المتحدة ليقف أمام الكونغرس الأمريكي في شهر يوليو. والسؤال الكبير الذي يطرح، يعني هل الولايات المتحدة أو الرئيس بايدن يريد أن يعزم أو يدعو الرئيس الإسرائيلي رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى الكونغرس ليخطب في الكونغرس الإسرائيلي دون الوصول إلى اتفاق وإنهاء قضية الأسرى والحرب؟ كأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعطي جائزة لنتنياهو بأنه يتعنت في موقفه ولا يتقدم نحو إنهاء الحرب. والأكثر من ذلك، يعني قضية ما قاله الأستاذ دكتور طلال مهمة جدا، أنه بالنسبة لقضية الإقناع والضغط، ما معنى الإقناع؟ يعني أنه تأتي الولايات المتحدة ويأتي بلينكين ويريد إقناع إسرائيل ورئيس الحكومة الإسرائيلية أنه من مصلحة إسرائيل أن تقبل التفاوض. يعني في هذه الحالة تصبح حقيقة مصداقية الولايات المتحدة، إن كان لديها بعد مصداقية، يعني واضح أنه لا يوجد أي مصداقية لموقف الولايات المتحدة ولا يعني شعارات العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، كلها أسقطت هذه الشعارات وأسقطتها الدولة الأمريكية ورئاسة الدولة الأمريكية في العالم، يعني وهذا شيء مهم جدا، وأسقطتها على دماء الفلسطينيين، يعني الدماء التي تسيل في غزة هي التي أسقطت هذه الشعارات التي تتغنى بها الولايات المتحدة كل يوم، يعني صدعونا فيها وأن يحكوا فيها. والآن حينما يأتي الوقت لتطبيقها، يعني كان ملفت جدا أن أسمع اليوم بلينكين يتحدث في البحر الميت، يعني عن أنه يشعر بأسى تجاه هؤلاء الفلسطينيين الذين يقتلون والأطفال والآخرين، ومن ثم لا يفعل أي شيء بينما يريد إقناع. لا، إذا كانت الولايات المتحدة حقيقة لديها يعني مشاعر تجاه القانون الدولي والعدالة الإنسانية وحقوق الإنسان، أنه لا يمكن قبول حرب مستمرة بهذه الطريقة، وما يوميا نرى الأطفال يذبحون ويقتلون والبيوت تهدم وكل هذه المأساة التي نراها أمام عيننا، حتى أذتنا إنسانيتنا نحن كبشر ليس ككتلة، يعني أصبحنا أكثر حتى من الكتلة،
وبالآخر يتغنون لنا بحقوق الإنسان. لا، الولايات المتحدة بيدها أن تفعل ذلك، أن تقول لنتنياهو يجب أن تفعل ويستطيع، ولديهم الرافعة لفعل ذلك. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية عمليا هي الآن المتهم الرئيسي باستمرار هذه الحرب وهذه المكتبة. سأحيل هذه النقاط بالتأكيد إليك دكتور ويليام لورنس للتعقيب عليها، لكن قبل ذلك فقط نعرض لهذه المعطيات حتى نوسع دائرة النقاش، خصوصا حول يعني واقع جبهات الإسناد، حيث وصلنا في التطورات الميدانية، حيث تماسك المقاومة بعد 7 أكتوبر ثبت وحدة الساحات للمرة الأولى عمليا بعدما كانت نظرية وفق ما قاله قيادي كبير في محور المقاومة. القيادي الكبير شدد على أن الصمود الأسطوري للمقاومة في معركة دخلت شهرها 9 هو الذي غير المعادلات وجعل الأمريكي ومعه الغرب يتراجعان، وضع إسرائيل وقادتها في حساب سياسيا ودبلوماسيا وأخلاقيا على مستوى العالم. صمود الغزاويين حفز جبهات الإسناد. الإعلام الإسرائيلي رأى في توصيفه لارتفاع وتيرة الصواريخ والمسيرات على الحدود مع لبنان أن السيد نصر الله حذف الخط الأحمر الذي وضعه وزير الأمن. الأيام الأخيرة كانت قوية في الشمال، ولا سيما مع إطلاق حزب الله عددا كبيرا من المسيرات والصواريخ المضادة للدروع. نصر الله يمتلك قدرات ضرب، ولمواجهة هذا التحدي جرى نشر مزيد من منظومات الكشف والاعتراض، وبذلك يفسرون في الجيش الإسرائيلي كمية الإنذارات الخاطئة. الجبهة اليمنية لم تأل جهدا في إسنادها لا شعبيا من خلال التظاهرات المليونية ولا عسكريا من خلال استهدافات جوانب متعددة، إن كان في المياه الدولية أو باليستيا باتجاه الأراضي المحتلة. في متن تقرير تحليلي رأى مركز ويلسون أن الحوثيين في اليمن قلبوا حسابات الولايات المتحدة الأمنية في الشرق الأوسط، كما أصابوا حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر بالشلل. حركة المسيرات والصواريخ العراقية أيضا لم تهمد، إذ واصلت استهداف الأراضي المحتلة ولا سيما قواعد الاحتلال في الجولان وإيلات وحيفا وقواعد إسرائيلية، تكتم الجانب الإسرائيلي عنها. المقاومة بصمودها ظهرت ندا قويا لآلة الاحتلال الحربية. فشل الإدارة الإسرائيلية تزامن أيضا مع ضغط داخلي وخارجي متزايد، من المرجح أن يدفعها إلى إعادة النظر في استراتيجيتها والتوجه نحو إبرام الصفقة، ولا سيما إثر تأييد مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي لوقف الحرب. نأخذ هذه المعطيات مباشرة لضيوفنا دكتور طلال عتيسي، إذا لديك أي تعقيب. لكن الآن بالنسبة لواقع جبهات الإسناد حيث وصلت، ما مدى تأثيرها في الميدان وربما ضغطا وصولا لاتفاق؟ في تقديري انه يعني جبهات الاسناد خصوصا جبهه لبنان التي اعلنت منذ البدايه اننا نحن يعني اسنادا للمقاومه الشريفه والباسله في غزه، لكن مرور الوقت والمواقف الاسرائيليه جعلت هذه الجبهه وما تقوم به المقاومه هي جبهه حرب حقيقيه. يعني تجاوزت جبهة الإسناد إلى جبهة حرب حقيقية. الإسرائيلي يقول نحن عالقون على كل الجبهات، وأخطر جبهة هي جبهة لبنان. هذا يعني أنها تجاوزت تأثير جبهة الإسناد وتحولت إلى كابوس حقيقي للإسرائيلي، الذي يقول أنه منظومة الدفاع الجوي يمكن أن تتعطل بسبب صواريخ حزب الله ومسيرات حزب الله. كل التفكير والتهديدات التي أطلقت قبل أسابيع وقبل أشهر بأنه يجب أن ننهي الوضع في الشمال ويجب أن يعني نتجاوز هذه المعادلة وأن نبعد حزب الله، هذا كله تراجع وانتهى، لأنه التركيز على قدرات حزب الله وهي قدرات حقيقية تعني في الوقت نفسه أنه لا يجب أن نشن الحرب. وبالتالي هذه جبهة نعم أصبحت جبهة حقيقية تضيق الخناق على القرار الإسرائيلي. جبهة اليمن أيضا لم يكن أحد يتوقع أصلا أن تكون جبهة اليمن بهذه الفاعلية. اليمن اليوم يخوض اشتباك مباشر مع الأمريكي والبريطاني، خصوصا عندما وصلنا مباشر إلى عملية آيزنهاور، يعني ما تمثله رمزيا وعسكريا واستراتيجيا. والأمريكي والبريطاني يقصف في داخل اليمن، يعتدي على اليمن في اشتباك مباشر، ولم يردع اليمنيين عن استكمال سياستهم في منع ناقلات من العبور إلى الكيان الإسرائيلي. يعني هو يقصف ويشتبك لكنه لم يردع اليمن، يعني استراتيجية لم تؤدي
إلى النتائج. هنا دكتور ويليام لورنس، إذا لديك أي تعقيب على ما تقدم، خصوصا الطرح الذي قدمه دكتور محمود يزبك، يعني التعقيب من حقك مشار إليه أيضا ومربوط بالسؤال عن هذه الجبهات الإسناد لغزة، ما مدى الضغط التي تلقيها على الولايات المتحدة الأمريكية في مسعاها للوصول لوقف إطلاق نار وصل إلى قرار بمجلس الأمن الدولي؟ Okay, so first two comments and then three comments and then one answer. بداية لدي ثلاثة تعليقات وإجابة واحدة على سؤالك. أولا، كان هنالك بعض الاعتراضات حيال زيارة نتنياهو لواشنطن، ولكن بعض الشيوخ وأيضا بعض أعضاء مجلس الشيوخ وبعض أعضاء الكونغرس المقربين من ترامب كانوا قد ضغطوا، لا سيما السيد شومر كانوا قد ضغطوا على بايدن في سبيل حصول هذا الحدث وهذه الاستضافة، وهم قادرون على إجبار الكونغرس على استضافة نتنياهو حتى إذا ما رفض بايدن القيام بذلك، وهذا أمر إذن هو جزء لا يتجزأ من حملة الجمهوريين فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة وما إلى هنالك. أما فيما يتعلق بانتهاك القيم التي لطالما ادعت الولايات المتحدة الأمريكية حمايتها، نعم الولايات المتحدة الأمريكية لطالما قامت بانتهاك تلك القيم التي تحدثت عنها وعززتها أمام الملأ. أما فيما يتعلق بحزب الله والتأثير والتهديد حزب الله، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم وتعي أن التهديد الذي يشكله حزب الله هو أكبر بعشرة أضعاف وربما أكثر من التهديد الذي تشكله حماس وغيرها من فصائل المقاومة، لأن حزب الله قادر على الدخول في حرب واسعة النطاق، وفي هذه الحالة يمكن لحزب الله أن يجعل الحياة في إسرائيل غير ممكنة ويجعل إسرائيل منطقة غير قابلة للعيش وغير قابلة للسكن من قبل الإسرائيليين. الإيرانيين أيضا يعتقدون أن هذه الحرب لا يجب أن تتوسع، وهذا أمر توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر قد يجبر نتنياهو على إنهاء الحرب في غزة في سبيل منع أو درء التهديد الكامن في الشمال والقادم من جهة لبنان، لأنه بطبيعة الحال استمرارية الحرب تساعده على المستوى السياسي ولكن أيضا قد تكون كارثية. وأخيرا فيما يتعلق بالمقاومة، فيما يتعلق بسؤالك، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعي مساعي وأهداف هذه الفصائل، ولقد قام اليمنيون بطبيعة الحال بالاعتداء على عدد كبير من السفن المدنية غير مرتبطة بإسرائيل أو بالولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن لإسرائيل أو للولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بالمدافع أو الدفاع عن هذه السفن، وأيضا لا يحق لليمنيين أن يقوموا بالاعتداء على هذه السفن واعتراضها. وبطبيعة الحال إن هذه الحرب معقدة بشكل كبير ومتوسع على نطاق واسع. أنا لا أوافق على المقاومة المستمرة والمستدامة، ولكنني أيضا لا أوافق على الاحتلال الإسرائيلي الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي. وبشكل مثالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن توافق أو تعود إلى تلك القيم التي لطالما تحدثت عنها، تجبر نتنياهو على إنهاء هذه الحرب لكي نخفف أو لكي يتم التخفيف من نسبة الاحتياج إلى المقاومة المسلحة. دكتور لورنس، ويليام لورنس، أنت يعني أيضا تعقب على لما طرحه دكتور محمود يزبك أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على وقف الحرب. قبل الانتقال إلى الدكتور محمود يزبك، أبقى معك دكتور ويليام لورنس حتى ولو بشكل سريع. لو كنت في موقع النصح للولايات المتحدة الأمريكية، بماذا تنصح حتى تستطيع أن توقف فعلا أو تشكل ضغطا لوقف هذه الحرب وهذا العدوان على قطاع غزة، وأنت لديك باع طويل وتجربة كبيرة وربما قريب من صناع القرار؟ So they're not far from what they need to do. They stopped the delivery. هم ليسوا بعيدين جدا عن ما يتوجب القيام به. هم توقفوا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة الثقيلة، ولكنهم يستمرون بتزويدها بالأسلحة متوسطة الحجم. بطبيعة الحال إيقاف شحنات الأسلحة هي الخطوة الأهم. التوقف أيضا عن مشاركة إسرائيل بالمعلومات والاستخبارات أيضا يتوجب عليهم أن يضغطوا أكثر على هذا المستوى، وأيضا العمل مع القادة الإسرائيليين والمسؤولين الإسرائيليين في سبيل التوصل
إلى حلول فيما يتعلق بما سوف يحصل في مرحلة ما بعد التوصل إلى اتفاق وسقوط الحكومة الإسرائيلية أو في حال حصول انتخابات مبكرة في إسرائيل. وأعتقد أن نتنياهو إذا ما قد يواجه مثلا أو إذا ما حاول الهرب من العدالة الإسرائيلية سوف يقوم بذلك. هنالك ثمن يتوجب أن يتم دفعه في سبيل التوصل إلى السلام. أعتقد أن الأمريكيين يتوجب عليهم أن يدفعوا على كافة أن يبذلوا جهودا على كافة المستويات في سبيل التوصل إلى السلام. وأنا أوافق في هذا الموضوع مع زملائك الآخرين. نعم، البيت الأبيض الولايات المتحدة الأمريكية تلقت الرد الرسمي لحماس، وذلك أمر مفيد في التعقيب الذي جاء في بيان البيت الأبيض، وواشنطن تعكف على تقييمه. دكتور محمود يزبك، إذا لديك أي تعقيب أيضا على أي نقطة تقدمت من ضيفينا، وفي الحديث عن جبهات الإسناد وفق ما بات يعني يتم تناقله بأنه النقاشات والمباحثات الأمريكية والإسرائيلية باتت مكثفة بشكل أكبر حول جبهة جنوب لبنان، في أي إطار يدور النقاش وأي خيارات الآن بالنسبة لبنيامين نتنياهو؟ نعم، يعني بالنسبة للتعقيبات نحن متوافقين يعني في نهاية الأمر في هذا، لأنه إحنا يعني الثلاثة الضيوف باعتقادي أنا من أصحاب العدالة الاجتماعية ومن أصحاب حقيقة الحفاظ على حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأطفال الذين يقتلون أمام أعيننا، ولذلك هذا توافق بين من يعني من يحترم حقوق الإنسان. أما من ناحية الجبهة الجنوبية يعني شمال إسرائيل، فواضح جدا أنه في الأسبوع الفائت حينما يعني ذهب نتنياهو سافر إلى الشمال وجلس مع قيادة الشمال وأحضر الصحفيين وعمل ديكور وصرح تصريح يعني ظهر كتصريح بهلواني ليس أكثر من ذلك، بأنه لديه الخطط الجاهزة لتغيير المعادلات خلال أيام قليلة. مرت الأيام القليلة وطبعا الكل يعني بدأ يفهم أنه هذه مجرد تصريحات، وأكثر من هزئ منه هم سكان الشمال نفسه، سكان القرى الحدودية المستوطنات الحدودية المهجرين اللاجئين في 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 يعني في الفنادق المختلفة. ولذلك الثقة التي كانت تتمتع بها الحكومة الإسرائيلية في بداية الحرب خاصة من هذه المستوطنات بدأت هذه الثقة يعني تقريبا تنعدم. والأكثر من ذلك التقارير الصحفية المختلفة تشير إلى أنه الكثير من هؤلاء المستوطنين في المستوطنات الشمالية قد بدأ يطيب لهم العيش في مركز البلاد، يعني في منطقة تل أبيب، هرسلية، لتانيا إلى آخره. وهذا يشكل خطر حقيقي للاستراتيجي الإسرائيلي، أنه هنالك عملية تفريغ للمستوطنات الشمالية دون أن يكون عملية حرب متواصلة. يعني الحرب في شمال في الشمال هي عملية تفريغ بالواقع، يبدو بأننا فقدنا تواصل مع دكتور محمود يسبك. بكل الأحوال يعني باتت الصورة التي يحاول تقديمها واضحة، والوقت بالأساس يعني انتهى على هذا الأمر. ننهي المسائية ونشكره جزيل الشكر دكتور محمود يسبك، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة حيفا، ضيفنا كان معنا من الناصرة في أرضنا المحتلة عام 48. دكتور ويليام لورنس، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بواشنطن، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. كذلك نشكرك دكتور طلال عتريسي الخبير في الشؤون الإقليمية، ضيفنا هنا في الاستوديو. شكرا لضيوفنا على هذا النقاش المفيد، والشكر لكم مشاهدين المسائية. انتهت دائما للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء.